الأرض لها سيدي 12 عام ما بغوش يستعملوا هاد الناس يعطيونا درنا بهم شكاية درنا بهم وتيقولوا لنا هاد الناس بأنه سير تمشي للدرك الملكي تيقولوا لي سير تجي الشكاية من الوكيل حنا غنعيطوا لك من النمرة ديال التليفون ديالك. هاد الناس ما خلينا كدرنا بخالي مع عينا بعقلنا اللي يعطينا الأرض ديالنا كلشي ديال الخال ديال الوالدة عدي ديال خالي ما بغا يدير معانا حتى حل. جا خالي كان محطوط معانا في الشهادة دار مع خالي 120,000 شرا من عندو حقو وانا والوالدة ما بغا يعطينا حتى شي حاجة قال لنا سيروا للمخزن اللي درتو وانا دابا نتابع المحكمة دفعت شكاية شهرين هادي ما داروا معايا حتى حل بغيت نعرف انا علاش هاد الدراك ما دايرين معايا حتى شي حاجة. انا تنطالب من الله وسيدنا يعاونني ويعطينا رزقنا حنا ماشي باغي نقلعو لي ديالو ولا باغي نديو لي ديالو. جاب ولدو سكنو تم جاب خالي الاخر تاو جاب ولدو بناته ما كاين دري وحل ما لقى ما يدير الارض كلها مليوحه تما كاين بنات خالي خارجين كلشي ما هذيك ارض بغاو يستغلوها كوك فاش نجيو نقولوا ليه عبر لينا تيقول لنا سير بغيتو خدام صغير خودو بغيت خدام كبير راه ما عمركم تشوفو والحجوجة وكاينين كاعط فيه خدام كبير وكاعط اخر فيه خدام صغير حقي لكن شي مسؤولين يوقفوا معنا في هذا الحل. هذا الشيء اللي تنطالب من حقي الله يرحم ليكم الوالدين لما يوقفوا معنا في هذا الحق. الدارك ديال الزمور ما دايرين معنا حتى شي حاجه في جمعه الحوزيه تمشي ولا شي شكايه شي حاجه تيقول لك هاي عادي شكايه واحده اخرى عاوتاني لها 6 شهور ولا 7 شهور ما داروا معايا والو واحد يزري المقاطع على حوليه وتا شي حاجه ما داروها وجابرونا تقلنا اش غنمشيو للحبس مشيو على الخوال خاوي اول ضربات الوليدات اللي بغاو ما عطاونيش حقي راه نقدر نموت نقدر ندير اي حاجه نديرو ما عنديش مشكل انا من تنطالب انا من حقي باغي والو انا الله يرحم ليكم الوالدين. انا تنطالب من سيدنا الجلال محمد السادس الله ينصرو لينا يعطينا حقنا هادشي اللي تنطالب وشكرا. اشترك الان في قناة اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.